السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي اخواتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. في آخر تطور قضية ضابطة وهيبة، واللي خرجت واحد صريح في قناة محمد تحفة، واللي أكدت مجموعة من التوضيحات والحقائق فيما يخص هذا الفيديو اللي تسرب، واللي كان أكدت أن هذا الفيديو فهو من كيدي ومن مصائب ومن مصائد هذوك المؤسسات الأمنية من أجل النيل ديالها ومن أجل الانتقام. وبالفعل أكدت أن الفيديو فهو مصور في أحد الفنادق، هاتي كتأكدوا هي هالضابطة وهيبة من أحد الفنادق، وكانت كتساعد الابنة ديالها الرضيعة بمسح يعني المسائل، كما كتعلموا ان الوحدة عندها يعني الامومة، وكتساعد الابن ديال من اجل تغيير المحافظ ديالها. فهنا فين استغلوا هذاك الفيديو، وبالتالي وضع الصورة ديال محمد زيان، وهذا الفيديو اللي خلق ضجة كبيرة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى ان يعني المصالح الامنية فهي شدت الملف وشدت هذاك الفيديو، وراه مازال كدير البحث والتحريات ومن يقف وراء هذا التسريب المفبرك. الا كان اتضح ان هذا الشيء ملكيد بعض الناس، وحتى ان شوف تي في اللي غيتم يعني المتابعه ديالها او البحث مع مصادر هذا الفيديو، هنا فين غنعرفوا من المصدر وما هو السبب وراء هذا نشر هذا الفيديو، لان كتضرب الاعراض ديال الناس، كتضرب الاعراض ديال الناس، لان فبركوا شي مسائل ربما هما بعاد من هذه المسائل وبعاد من هذه الفضائح. وحتى محمد زيان اللي هو رئيس الحزب المغربي الحر، ولي وقعت واحد البلبلة داخل الأعضاء، وحتى أنهم تبرؤوا من التصريحات ديالو وخلق ليه يعني مشاكل عائلية. على أي على إطر هذا التصريح ديال الضابطة وهيبة، مباشرة المصالح الأمنية نددات بعض المواقع الإلكترونية يعني بشي مسائل كيتكلموا عليها وكيضربوا في أعراض يعني المؤسسات الأمنية، وهادشي اللي ما راقش لهم. على أي فاحنا عندنا ثقة تامة في الأمن ديالنا، عندنا الثقة التامة في القضاء ديالنا، غيدير بحث والتحقيق في هذه المسائل كاملة، وإن شاء الله غيبا يعني كل حاجة غتبان على حقها، وكل واحد اللي تورط في هذه المسائل لابد من المعاقبة دياله، لأن ضابطة وهيبة لأكدت مرارا وتكرارا أنها كانت كتعرض دائما وأبدا في يعني واحد التحرش من طرف المسؤول المباشر، المسؤول الأمني، ولأكدت أن يعني واحد مسؤول كبير هو اللي دائما كيضرق عليه بهذا المعنى، ما كيحاولش أنه يورطه بحال هذه المسائل، دائما كيحميه. وهذا الشيء اللي ما راقش لهذا الضابطة القضائية، بالرغم من رفض مجموعة من الشكايات ضد هاد المسؤولين في يعني في المصلحة الأمنية، وكان دائما عندها الرفض، دائما كيرفضوا لهذه الشكاية، وبالتالي أن منعوها من السفر خارج أرض الوطن. ولكن بذكائها تمكنت من الخروج بطريقة هوليودية إلى عند الزوج ديالها اللي كيتقطن بفرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تما دابا راه عايشة. وهنا فين يعني كتخرج بهذا الكلام وبهذه التصريحات، وكتأكد يعني هذه المعطيات كاملة بأنها صحيحة. إلا كانت كتكذب فالأمن عارف شنو كاين، إلا كانت صريحة فالأمن عارف اش كاين، ولكن هي هذا الخروج الإعلامي مباشرة، كنظن أن عمرها ما خرجت بشي خرجة إعلامية مباشرة إلا هاد الخرجة اللي صراحة أنها تصدمات من هذاك الفيديو، كانت عندها واحد صدمة كبيرة. وحتى محمد زيان راه كان بغى يخرج لي العقل، بغى يحماق هو والعائلة ديالو، لأن هاد السيد صراحة هاد رئيس الحزب المغربي الحر هو إنسان يعني راه كبير في السن، وحاشا أنه يقدر يعمل هاد المسائل. ربما كان شي فيديو آخر يخصه هو
صحيح ان فيديو اخر كيخصو هو، ولكن الفبركه هي اللي تقامت في هذا الفيديو، الفبركه هي اللي تقامت في هذا الفيديو واستغلال هذه المسائل من اجل النيل من هاد جوج بالضبط. وحده يعني كتشتكي عن طريق التحرش المسؤول المباشر عندها، والاخر يا راكم عارفين اخوتي انه كيفضح المفسدين والفاسدين في هذا البلد الامين، كيفضحهم بصوت مرتفع. الى شفتوا في الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي فهو كيتكلم بصوت مرتفع، راه عينيه كيخرجوا، الى شفتوا عينيه راه خارجين غير داك الكلام وداك الصراحه. ولكن هنا فين بغيو ننتقموا منه؟ هذاك الفيديو اللي التصرف ديالو ربما كان بوحدو، ربما كان بوحدو في بلاصه. راكم عارفين التكنولوجيا والتقنيات الحديثه راه تقدر يعني الفبركه اي فيديو، اي فيديو كما كان يتفبرك، وحتى ان الصوره راه ما واضحاش اخوتي، حتى الفيديو بالضبط راه ما كان مكتوب لك التاريخ بالضبط، التاريخ ما مكتوبش. حتى ان الضابطه وهيبه اللي اكدته قالت ان هذاك الفيديو راه سنه 2018، سنة 2018 تم التصوير ديالو مع الطفلة ديالها، يعني الطفلة ديالها اللي كانت باقا صغيرة، وراكم كتعرفوا الأمومة كيحاولوا أنه يبدلوا كما ذكرت الحفاظات ديال الطفلة. وهنا فين كان هذا الاستغلال، وهنا فين يعتبرهم هذا ولاو كضحايا في هذا. ولكن احنا عندنا ثقة في الأمن ديالنا، عندنا ثقة في الأمن ديالنا والقضاء ديالنا اللي غيدخل وغتكون أبحاث في هذه المساله، لانه لا يعقل ان هذا الفيديو غيتسرب وغيفضحوا، يعني هذا ماشي فضيحه وانما بغى يبينوا وجه اخر لهاد الناس. وحتى الجدير بالذكر ان محمد زيان اللي هو كمحامي زياده عن انه رئيس مكتب الحزب الوطني الحر، فهو محامي والموكله ديالو هي الضابطه وهيبه اللي كانت وضع شكايات، وهو اللي كان كيتكلف بهاد المسائل، يعني كان كيعتبرها كابنة ديالو. واحد المعلومة أخرى اللي ذكرتها الضابطة وهيبة، ولأكد أن هذا محمد زيان فهو يعني زميل الأخت ديالها، أخ ديال زميل ديالها في الحرفة، يعني كان في المحاماة. على أي فحنا عندنا ثقة كبيرة في هذا المجال، وإن شاء الله غتبان مجموعة من المفاجآت في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. في موضوع آخر ديال محمد تحفة اللي تهجمات عليه هذيك السيدة مرض الزوار اللي ولات مشهورة بمرض الزوار، هذا اللقب اللي وضعوه مجموعة من اليوتيوبرز، لان التاريخ ديالها في هذا المجال ديال الخمر والسكر يعني وزيد والفساد والدعاره والغنى، يعني خلطات السيده مخلطه. وحتى هادشي راه كنشوفوه حنا في اللايفات، وحتى السب والشتم كتعاير وزيد وزيد، وحتى ان هذيك العصابه الا كان ظلماتها بالفعل وشوهاتها وعطات ديك الصور ديالها وخسرت السمعه ديالها، فهي وضعت ديك الشكايه يعني ضد هذا الحساب وضد المغنيه دنيا باطنه على اين. فكانت دائما كتوقع في اخطاء فادحه، وحتى ان الشرطه القضائيه اللي كانت كتستدعيها مرارا وتكرارا بعد الخرجات اللي كانت كتسب فيهم الناس وكتستاشر مع محمد تحفة، سيدها محمد تحفة، لانه قبل ما يكون صديق ديالها فكان كان دائما كيحميها وكيدافع عليها وكيقول لها شنو تعملي، راه هذوك الناس راه كيحاولوا انهم ينزلونا في الفخ. هادشي اللي كاين اخوتي. ف محمد تحفة قبل ما يكون قدر نعتبرو اسد اليوتيوب، لانه كيتكلم عن الحق. وحتى الحاجه زوينه اللي كنشوفو دائما اللي كيتكلم عليها هو الاستاذ المديمي، لان الاستاذ المديمي صديق ديال هاد محمد تحفة ولي اكد هاد محمد تحفة. ومحمد المديمي راه ما يقدرش يكون مصاحب مع شي انسان يعني عنده اخلاق عاليه كيتكلم على الحق كيدافع على المظلومين. هادشي اللي كنشوفو مع الاستاذ مع محمد المديمي، مع محمد تحفة اللي دائما في الخارجات ديالو فهو كيوقف مع الناس المظلومين، حتى ان مجموعه من الناس اتهموا بالانفصاليه، اتهموا باشياء عديده، ولكن كيبقى هو كمغربي حر كما ذكرنا كما قلنا ولد الزموريه اللي مرضي عليه الوالده ديالو. هادشي اللي كنشوفو اخوتي. ان شاء الله هادو كاملين وهاد الشوهه اللي شوهات بهاد الانسان محمد تحفة اللي كان كيخرج
كسياحة في البلد ديالو، فهي جبدت شي مواضيع لا اساس لها من الصحه اصلا. هادشي ديال التبرهيش ما كانش عليها تجبد هاد المساله ديال العلاقه اللي كانت معاه وداكشي اللي دوزو في لوطيل، حتى ان تهمته بالسكر العلني بالخمر. يعني هذه تهمه اش غنتسناو من هاد السيده اللي كتكلم بهاد المسائل؟ شنو كنتسناو منها؟ هادشي راه صراحه كيألمنا حنا كمتبعين في هذه القضيه ديال الاستاذ ميديمي. فحنا ما نحاولوش انه نتناساو هذه القضيه ديال الاستاذ ميديمي، نحاولوا نبقاو في واحد الخط، نحاولوا نبقاو في النضال مع الاستاذ ميديمي حتى لاخر رمق، لان هاد الناس كيحاولوا يخلطوا الاوراق باش نبقاو نتكلموا على الموضوع ونساو الاستاذ ميديمي. فالاستاذ ميديمي خوتي راه ما ننساوش، وغنتكلموا معاه ليل نهار حتيبا الحق. إذا كان ديك الحكم القاسم الجائر بحقه اللي هو عام وعشرة أشهر، فكنتمنوا في الحكم الاستئناف القادم يكون واحد تخفيف، لأنه هو دوز دابا تقريبا ستة أشهر ظلما وعدوانا في السجن الوداير، دوز ستة أشهر كتبقى عام وأربعة أشهر. نتمنوا من الله تحيد ديك العام وأربعة أشهر ويخرج سالما غانما. وهنا فين غتبدا الحكاية، هنا في غد القصة، وهنا في تعرفوا بزاف الحقائق. هادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل. حنا صراحة حتى في الحكم الاستئناف اللي تم ديال المغنية ولا غيكون في الأشهر القادمة إن شاء الله، كنتمنوا القضاء ينصف هذوك الضحايا وهذوك المتهمين توما يتنصفوا. علاش يتنصفوا؟ لأن ما يمكنش ديك الزعيمة العصابة ديالهم خارج السجن وكتنتظر البراءة، هما مازال محكومين بالرغم من الاعتراف التام ديال هاد الناس اللي داخل الوداية بما فيهم سيمو طاهر، غلامور، أسامة العجمي وآخرون، كيعترفوا جملة وتفصيلا أن حتى أقرب مقربين اللي هي الأخت ديال المغنية كتعترف ب يعني مزاولة في هاد الحساب، وكتعترف أن الأخت ديالها راه عندها القن السري اللي كتعامل به. صراحة أخوتي إن شاء الله نحاولوا ما نسكتوش على الموضوع الأستاذ ميديمي، ونحاولوا نناضلوا باش يبان الحق عما قريب. حنا دائما مع الحق، دائما مع المظلومين. وإن شاء الله أخوتي حاولوا عملوا لايك لهذا الفيديو وتبارطاجيوه، حتى الناس اللي مازال ما تشاركوش في القناة يحاولوا يشاركوا في القناة باش دائما توصلوا بالجديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.